في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم بتفكيك شبكة إجرامية مختصة في تدبير الرحلات نحو الضفة الأخرى المتكونة من 6 أشخاص، في حين بقي شخص آخر في حالة فرار. استغلالا للمعلومات وتكثيف التحريات، تم توقيف شخص الفار. من بين هذه الشبكة تم توقيف عنصر نسوي تتعاون معهم لاستقطاب هزل للزبائن عبر مختلف الولايات لتجنيدهم ضمن أطقم الرحلات السرية باتجاه الضفة الأخرى. تم من خلال العملية حجز زورق بطاطي مجهز للاستعمال، وكذلك حجز 5 هواتف نقالة ومبلغ مالي من العملة الصعبة المقدرة ب 300 أورو. بالموازاة مع ذلك تم توقيف 22 شخص في عمليات متفرقة كانوا بصدد القيام بالهجرة الغير شرعية عن طريق البحر نحو دولة إسبانيا، أين تم تفكيك منهم شبكة متكونة من شخصين تقوم بتنظيم هذه الرحلات، حيث البحث جاري من أجل توقيف باقي عناصر الشبكة، وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.